طبعا احنا ممكن نعمل الالوان بنفسنا زي ما اخدنا قبل كده، وممكن ناخدها من المصدر، ممكن ناخدها من الصورة الاصلية. انا بصراحة مش شايفة حاجة تستحق الشرح بصوت يعني، ولكن اذا كان في ما حد مش فاهم حاجة ارجو ان هو يسيب لي تعليق واحاول اشرح. المود لازم يكون طبعا نورمال عشان يدينا الامكان، او عشان ما يدينيش تأثيرات انا مش عايزاها.
بحاول اختار فرشة تديني تأثير مشابه لملمس الجلد. ممكن عن طريق دادج كولر والتولز، وممكن عن طريق الفرشة، واختار المود بتاعها دادج كولر. يعني انا لازم افضل احاول في الطريقتين لحد ما اوصل لنتيجة مشابهة للاصل. دي كلها محاولات إلى أن نصل إلى نتيجة مرضية. مش شرط إن أنا غلطت مثلا في تكنيك إن أنا يعني أعمل ستوب، لازم أفضل أحاول طول الوقت حتى بعد ما أخلص خالص. ممكن أخلص والنتيجة ما ترضينيش، فأرجع تاني وأفتح الملف وأشتغل فيه من تاني عادي جدا. أحيانا برجع لملف بعد شهور أعدل عليه.
هتأكد من إعدادات الفرشة. احيانا بضطر اعمل روتيت للفايل عشان ايدي تكون متمكنة اكتر وانا شغالة. هحاول اخفي اقلل التباين اللي موجود بفرشة كبيرة ولون غامق. الألوان محتاجة شغل كتير. هنراجع تاني على تفاصيل الجلد وتفاصيل العين. أهم حاجة في الديجيتال بينتينج للشخصيات العين. العين هي اللي بتدي الإحساس المطلوب. لو ما تلونتش صح ودرجات الألوان كانت مظبوطة ما بتدينيش الإحساس الطبيعي. طبعا الميكسر براش تول ممكن تستخدم معاه فرش عادية وان كان له فرش مخصصة له، ولكن من باب التجربة يعني.
بيرن تول وحاول اتقل على الجزء الغامق، النتيجة طلعت مش موافقة. احاول اغيرها بالبراش العادية مع تغيير المود. هنحاول نتعامل تاني مع الألوان لحد ما نوصل لنتيجة أفضل بقدر الإمكان. الظل اللي تحت الدقن طبعا الأطراف بتاعته تكون متلاشية متكونش حادة. اشتغل شوية في العين، في الرموش والجفون محتاجة محاولات تانية. من color balance، من قائمة image color balance، هحاول اغير على اللون المني. طبعا الفرشة اللي بعمل بيها الحواجب لازم تكون رفيعة جدا، يعني ممكن تكون بيكسل، واحد بيكسل او اتنين، ولازم الاطراف بتاعها تكون شفافة. ولازم استخدم الاستيكة او السمدج تول في تخفيف الأطراف.
لازم احاول احاكي نفس التأثيرات اللي في اللي في تفاصيل النني. اكتر اكتر من اللون المنطقة دي الشغل فيها بيكون صعب جدا. يعني هي تبان ان هي سهلة، ولكن لان هي اساسا الظل كله في بلور، وباستثناء الخط الفاصل في النص ده هو اللي حد، وده عشان يتحقق بشكل صحيح لازم يبقى فيه اكتر من محاولة، يعني مش هيطلع صح كده بسهولة.
موشن، نعمل موشن بلور، نرسم الحاجات اللي في الخلفية اللي تحت العنب بسوفت بروش. التأثيرات اللي فيها اللمعة دي هنعملها بالدادجي كولر. الظل بتاع العنب على الوش برضو محتاج إعادة مراجعة. طبعا هو حاد، أطرافه حادة، ولكن في أجزاء اللي هي القريبة من العنب قوي بتكون أتقل من بقية الظل. هنحاول نراجع شفايف من فلتر كواليفاي.
دلوقتي احنا في مرحلة النمش، فرشة صغيرة بنفس لون النمش من الصورة الأصلية، ونحاول نشوف فرشة مناسبة للنتيجة. نجرب أكتر من أوبشن. Thank you.
في نهاية الدرس أتمنى يكون في حد استفاد من الشرح، وإن شاء الله نتقابل في درس جديد. وياريت لو كان في أي حاجة مش مفهومة تسيبولي سؤال وأنا هرد عليه وهحاول أشرحه تاني. وبعتذر عن رداءة الصوت أو إن كان صوتي واطي، لأني معلش يعني أنا أول مرة بسجل دروس والموضوع تقريبا هياخد وقت على ما أوصل لنتيجة مقبولة.